يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الناحيه المقدسه سلام على طهرها وقدسها ونورها سلام على سيدها وقاطنها بقية الله برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة الحلقة الحادية والخمسون بعد الثلاثمائة سلام عليكم على مائده القمر انها اطباقنا المهدويه الرمضانيه الطازجه اطباق البراءه والولايه بنكهتها الزهرائيه الرائقه ومذاقها المهدوي الفاخر براءه من السقيفتين سقيفه بني ساعده في المدينه وسقيفه بني طوسي في النجف وولايه للبيعتين بيعه الغدير الاولى بيعه الامير وبيعه الغدير الثانيه بيعه القائم انه افطار القلوب على مائده المحبوب تفضلوا في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل فلينظر الانسان الى طعامه قال قلت ما طعامه قال علمه الذي ياخذه عمن يأخذ نقاط مضيئة على أطراف المائدة عنوان مجموعه حلقاتنا هذه على مائده القمر في الحلقه الاولى وهي التي بين ايدينا ساسلط الضوء على نقاط مضيئه على اطراف مائدتنا انها مائده القمر وهذا هو افطار القلوب على مائده المحبوب نقاط مضيئه مهمه جدا النقطه الاولى مكونات طعامنا الطعام الذي يقدم على هذه المائده بنحو خاص او ما يقدم لعقولكم وقلوبكم وضمائركم عبر برامج هذه الشاشه مكونات الطعام المكون الاول قران محمد وال محمد صلوات الله عليهم المفسر بتفسيرهم فقط وفقط وفقط لانني اتبرا براءه كامله بقدر ما استطيع وبقدر ما التفت وبقدر ما انتبه وبقدر ما اتوجه انني اتبرأ براءة كاملة من تفسير سقيفة بني ساعده واتبرأ براءة كاملة من تفسير سقيفة بني طوسي الا لعنه على السقيفتين المكون الاول قران محمد وال محمد المفسر بتفسيرهم فقط مثلما بايعنا في بيعه الغدير بل في الغديرين في الغدير العلوي الاول وفي الغدير المهدوي الثاني هذا المكون الاول المكون الثاني حديثهم اختيارا وفهما بحسب موازينهم حينما اقول اختيارا وفهما لانهم صلوات الله عليهم يتحدثون بعديد من الالسنه وهم يريدون منا وفقا للاصول التي اصلوها ان نختار نحوا من هذه الالسنه فالسنه للتقيه الشديده والسنه للتقيه الخفيفه والسنه للمدارات للمدارات العقليه تاره وللمدارات التربويه والتعليميه ثانيا وللمدارات النفسيه ثالثا وللمدارات وفقا لسياق المصانعه والمجامله بحسب القاعده امحض الموده لاخيك المؤمن وصانع المنافق بلسانك هذه قواعدهم هناك مداراة تأتي في سياق المصانعة والمجاملة وفقا لهذه القاعدة امحض المودة لأخيك المؤمن ومن محض المودة أن تبين له الحقيقة الكاملة وصانع المنافق بلسانك وهناك لسان البيان التدريجي لا هو بلسان التقية ولا هو بلسان المدارات فالتقية على مراتب والمدارات على أصناف وهناك لسان آخر وهو لسان البيان التدريجي ولسان ولسان ولسان, ولسان محمد وال محمد تكلموا بالعديد من الالسنه كيف نتعامل مع ذلك؟ علينا ان نتعامل مع كل ذلك بحسب ما جاء في قواعد تفهيمهم بحسب قواعد المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعه الغدير هذا علي هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه واله هذا علي يفهمكم بعدي اختيارا وفهما في البدايه لا بد ان نختار الحديث الذي يريدون منا أن نتدبره، أن نتفهمه، أن نغوص في أعماقه، أن نحيط بفقه ظاهره وباطنه، أن نلم بحقائق تنزيله وتأويله، هذا هو الذي قصدته اختيارا وفهما. هذا المكون الثاني المكون الاول قرانهم المفسر بتفسيرهم المكون الثاني حديثهم وفقا لقواعد الاختيار والتفهيم بحسب الاصول التي اصلوها لنا وامرونا أن نفرع عليها فقط وفقط وفقط المكون الثالث إنه العقل السليم المبادئ العقلية وهي فطرية في الوقت نفسه تنسجم مع مذاق الفطره النظيفه حين اتحدث عن العقل ما هو بمؤسس وانما هو دليل يؤيد ما يفيض علينا من قرانهم ومن حديثهم العقل هنا وسيله لتفعيل الفهم بحسب اصولهم وقواعدهم فقط وفقط وفقط وليس العقل مؤسسان وليس العقل مشرعاً المكون الرابع إنها العربية التي هي عربيتهم. لا أتحدث عن عربية وفقا للمذاق الجاهلي إلا إذا أرادوا منا ذلك وقبلوا ذلك العربية عربيتهم فقط. وفقط لان الفقيه الشيعيه لن يكون فقيها حتى يعرف معارض كلامهم هذه عربيتهم الخاصه بهم قد تاتي متسقه مع العربيه في الجاهليه او مع العربيه في العصور التي تلت العصر الجاهلي العربيه التي هي عربيتهم بفصاحتهم وبلاغتهم لا بد ان تعرفوا من ان كتب النحو وكتب اللغة وكتب الادب فيها ما يخالف ما يريده محمد وال محمد فكتب النحو وكتب اللغة وكتب الادب نقبل منها ما ياتي وفقا لمذاق عربيتهم وفقا لجمال بلاغتهم وفصاحتهم فمثلما اسس الامير علم النحو فقد اسسوا لنا البلاغه والفصاحه ومعاني اللغة فعندنا كم هائل من النصوص ما بين ايات القران وما بين الخطب الشريفة لهم والاعداد الهائلة من احاديثهم ورواياتهم وادعيتهم ومناجياتهم واذكارهم وزياراتهم وادعيه الصلوات عليهم عندنا الكثير والكثير الذي نستطيع على اساس التواصل معه ان نستنبط قواعد بلاغتهم وقواعد نحوهم من دون ان نذهب وراء ما قاله فلان هنا او قاله فلان هناك الا اذا جاء مطابقا لما يريدون هذه هي مكونات الطعام الذي يقدم على مائده القمر قرآنهم بتفسيرهم حديثهم بحسب قواعد اختيارهم وتفهيمهم لباب مبادئ العقل بحسب الفطرة النقية التي علمونا على تنقيتها وربونا على تنظيفها من كل ما يلحق بها من قذارات الدنيا وقذارات نفوسنا وشهواتنا وقذارات شياطين الجن والانس علمونا كيف ننظف الفطره وكيف ننقيها كي تنتج لنا المبادئ العقليه الواضحه والاصول العقليه البينه وبعد ذلك تأتي فصاحتهم. وتأتي بلاغتهم. وتتسيد عربيتهم. صلوات الله عليهم. هذه هي المكونات الاصليه للطعام الذي يقدم لكم على هذه المائده. ومرارا وكرارا قلتها واقولها الان واقولها بعد ذلك الى اخر ثانيه في عمري الى اخر ثانيه استطيع ان اتكلم قلتها وقلتها وقلتها واقولها الان وساقولها بعد ذلك. ما جاء من حسن ومن جمال ومن ادب رفيع ومن سلامة ذوق ومن جزالة لفظ ومن عظيم معنى ومن جميل محتوى و و و ما صدر من حسن في بياني فهو حق الزهراء هو منهم واليهم وما صدر مني من اشتباه من تردد من شك، من حيرة، من عي في القول واللفظ، من عدم اتقان في التعبير، من سوء فهم، من خلط في المباني، من عدم دقة في التفريع على اصولهم إلى غير ذلك مما هو من شأني فهو مني فهو مني خالص مخلص مني فقط وحق الزهراء لا أقول هذا الكلام ونحن في أول يوم من شهر رمضان لأجل استهلاك الإعلامي أو لأجل التضليل او لاجل اظهار التواضع. هذه هي الحقيقه التي يجب على كل شيعي ان يؤمن بها بخصوص او بخصوص نفسه. فكل حسن هو منهم وكل قبح هو مني. انا اخاطب جمهورا معينا انا لا اخاطب جميع الناس ساكون مجنونا ان اخاطب جميع الناس بهذا الخطاب وبهذا اللحن خطابي موجه للشيعه المنتظرين لامام زمانهم وللمتدينين منهم انني اخاطب الشيعه المنتظرين امام زمانهم المتدينين منهم قد يقول قائل وهل هناك من شيعه ينتظرون امام زمانهم ليسوا بمتدينين هناك كثير وكثير وكثير ليس الحديث عن هذا المطلب في هذه اللحظه فخطابي موجه الى جمهور بهذه المواصفات انهم شيعه ينتظرون امام زمانهم الحجه ابن الحسن صلوات الله عليه وهم متدينون يتدينون بدينه يلتزمون باوامره وتعاليمه واحكامه صلوات الله وسلامه عليه خطابي موجه الى هذا الجمهور وقضيه اخرى هذا الكلام ذكرته سابقا واذكره الان ايضا ليس هناك من متحدث يتحدث عني. قلتها سابقا واقولها الان. لا كان عندي في السابق سكرتير ولا سكرتيره. وفي هذه اللحظه ايضا. فما عندي من سكرتير ولا سكرتيره وليس عندي من ناطق يتحدث عني لا من اسرتي الصغيره والقريبه مني ولا من غيرهم وليس عندي من وكيل لا في السابق ولا الان ولست مسؤولا عن احد انا مسؤول عن فعلي وقولي فقط لست مسؤولا عن فعل اي احد اكان قريبا مني ام كان بعيدا عني انا مسؤول عن فعلي وقولي وليس هناك من احد يشرح كلامي كلامي هو شرح والشرح لا يحتاج الى شرح لكن اذا كان في كلامي جزء ليس واضحا جزء ليس مفهوما بسبب خلل في بياني بسبب ضعف في شرحي هذا الجزء الذي لا يكون واضحا لا يكون مفهوما اجمعوه وخذوه الى المزبله انا اساسا لا قيمه لي حتى يكون لكلامي الذي ليس مفهوما من قيمته وحق الزهراء هذا هو الذي اعرفه عن نفسي كلامي شرح لاياتهم بحسب حديثهم ولرواياتهم بحسب قواعد تفهيمهم ما كان واضحا فخذوا به اذا اقتنعتم به ووجدتموه صحيحا انا لا اطالبكم ان تتبعوا كلامي وانما اقول لكم وطالما قلتها احترموا عقولكم وحكموا عقولكم تحاسبون في يوم القيامه ليس وفقا لعقلي وانما وفقا لعقولكم. انا احاسب وفقا لعقلي وانتم كل واحد فيكم يحاسب وفقا لعقله. هذا هو منطق الكتاب والعتره الطاهره. هذه ثقافتهم الاصيله وهذا فكرهم الواضح. ما تجدونه من كلامي واضحا وصريحا وقد اقتنعتم به فخذوا به وما كان ليس واضحا فخذوه الى المزبله فلا قيمه له كلامي لا يحتاج الى شرح لانني اتناول النصوص بطريقه افككها لغويا ونحويا وبلاغيا افككها عقليا افككها بحسب الايات التي تصب في نفس السياق وبحسب الاحاديث التي تجري في نفس المجرى واكرر واضرب الامثله وما نصبت احدا يكون شارحا لكلامي ما كان واضحا من كلامي فهو الذي اريده وما كان ليس واضحا فخذوه الى المزبله ان ياتي شخص ويقوم بشرح كلامي اذا كان ينسب الامر الى نفسه هو حر لا شان لي به لكن ان ينسب الكلام الي فهذا كذب صريح لان كلامي شرح لكلامهم صلوات الله عليهم فلا يعقل ان يحتاج الى شرح. يمكن ان تكون بعض الكلمات التي استعملها من الجهه اللغويه ليست واضحه، او ان الامر يفوتني فلا اوضح معناها. يمكن ان تكون بعض المصطلحات أرددها ولم التفت إلى أن أشرحها لكم يمكن هذا إذا كان الشرح بحدود بيان معنى لغوي لكلمة من الكلمات أو بحدود بيان معنى مصطلح من المصطلحات فهذا امر عادي طبيعي اما ان يحمل كلامي اراء الاخرين الاخرون احرار بارائهم لكن لماذا ياتون بارائهم ويحملوني اياها لماذا انا اقول للذين يفعلون هذا انتم احرار بارائكم لماذا تحملوني اراءكم كلامي واضح وصريح وبين وانا اتعمد منذ ما يزيد على اربعين سنه اتعمد ان يكون حديثي بالاسلوب السهل الممتنع حتى اقطع الطريق على الاخرين وهذا واضح من بياني فبياني سهل وجزل وصريح ولا يستطيع احد بحسب قواعد اسلوب السهل الممتنع ان يعيده بتعابيره الا ويكون قد ابتعد عن المعنى الذي ذكرته في سياق جمل معينه في سياق الفاظ رتبتها ونسقتها بطريقه تنقل المعنى بشكل واضح لا اريد ان اتحدث اكثر من ذلك لكنني اذهب بكم الى فاصل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت له ولم جعلت فداك قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت فما وجه الحكمه في غيبته فقال وجه الحكمه في غيبته وجه الحكمه في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره ان وجه الحكمه في ذلك لا ينكشف الا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا انه عز وجل حكيم صدقنا بان افعاله كلها حكمه وان كان وجهها غير منكشف لنا لا بد ان ننتبه الى ان التفاصيل التي ذكرتها لكم قبل الفاصل بخصوص مكونات طعام هذه المائده اتحدث عن مائده القمر المكونات التي ذكرتها لكم تتعارض وتتنافر بالمطلق بالمطلق مع الطعام الذي تقدمه لكم حوزه النجف مكوناتنا تختلف اختلافا كاملا بدرجة مئة بالمئة عن مكونات طعام مرجعية النجف وكربلاء هذه القضية لا بد أن تعرفوها المكونات التي مر الحديث عنها بشكل اجمالي قبل قليل انها مكونات مرفوضه عند حوزه النجف مثلما مكونات طعام حوزه النجف مرفوضه عندنا لان مكونات طعام حوزه النجف مكونات نجسه محرمه لا يجوز للعقل الشيعي ان يتناولها طعامهم طعام حرام في جميع الاتجاهات في جميع الاتجاهات حتى في الاتجاه السياسي الذي تلبسوا به بعد سنة 2003 ميلادي. هذه النقطة المضيئة الثانية. أسئلة كثيرة تردني عن موقفي من السياسة السياسه جزء من حياتنا السياسه جزء من ديننا السياسه تخالط الهواء الذي نتنفسه السياسه تخالط الطعام الذي ناكله تخالط الشراب الذي نشربه لا يستطيع الانسان في الحياه اذا كان يعيش حياه طبيعيه ان يكون منفكا عن السياسه وعالمها القضيه ليست اختياريه مثلما هناك ضروره الطعام والشراب وهناك ضروره النوم والدواء وهناك ضروره السكن واللباس وهناك وهناك هناك ضروره السياسه في الحياه فهي تخالط الدنيا في كل اجزائها وتخالط الدين في كل اجزائه لا نستطيع الفرار منها السياسه تلاحقنا وهي معنا ونحن معها لكنني هل اعمل في السياسه هذا هو الذي ارفضه وانا لا ارفض العمل السياسي اساسا وانما ارفض المنهج السياسي الذي يعمل به متدينو الشيعه من السياسيين من المراجع او من الاحزاب الدينيه السياسيه في السياسه منهجان هناك منهج علي المنهج الذي تكون فيه السياسه بكل تفاصيلها في خدمه الدين هذا منهج علي ولا وجود له بيننا لو كان هذا المنهج موجودا بيننا لكنت اول الراكضين اليه ولكنت اشد المتمسكين به والمستقتلين عليه لكن المنهج الذي يسود الواقع الدينية الشيعي هو منهج السقيفه هو منهج معاوية هو منهج المروانيين هو منهج العباسيين هو منهج الشياطين إنه المنهج الذي يجعل الدين في خدمة السياسة وهذا هو الذي فعلته مرجعية النجف عموماً ومرجعية السيستاني خصوصاً منذ سنة 2003 وإلى هذه اللحظة أنهم يوظفون الدين في خدمة مصالحهم السياسية وأعتقد أن ما عرضته لكم في الحلقات الماضية من سيرة السيستاني وأمثاله من المراجع المعاصرين يتحدث بشكل واضح عن هذه الحقيقه ما فعله السيستاني مع عمرو موسى الذي كان امينا عاما للجامعه العربيه قرات عليكم ما كتبه عمرو موسى في الجزء الثاني من كتابه كتابيه عما جرى فيما بينه وبين السيستاني حينما زار السيستاني في بيته في النجف وطلب السيستاني ان يختلي بعمر موسى لوحده وكان ولده محمد رضا يختلي بمساعد عمرو موسى في غرفة أخرى لوحدهما وماذا قال له عمرو موسى هو الذي ذكر هذا في كتابه وذكره أيضا في مقابلة تلفزيونية وقد عرضت ذلك كله عليكم وللعديد من المرات عودوا إلى الحلقات الماضية حين اختلى السيستاني بعمر موسى كان يصر عليه يوجه الخطاب إلى الحكومات العربية ألا تلقوا بالعراق في أحضان إيران وإنما خذوه إليكم إلى أحضانكم وما يجري في العراق الآن النتائج الطبيعية لهذا المخطط السيستاني الشيطاني فالسيستاني وظّف الدين ومقامه الديني والمرجعية الدينية لأجل ان يحقق ماربه السياسية والا فهذا المنطق منطق يرضي امام زماننا انا لا شأن لي بايران وانما اتحدث عن المرجع الاعلى للشيعة يلقي بالشيعه في احضان النواصب هل هذا منطق محمد وال محمد ام انه المنطق الاموي القذر المنطق العباسي الوسخ انه المنهج الذي يتبنى ان يوظف الدين في خدمه السياسه هذا هو الذي أرفضه من السياسة وأبتعد عنه لأن كثيرين يقولون لي لماذا لا تتوجه توجها سياسيا وفقا لأي منهج لمنهج السيستاني هذا او لمنهج حزب الدعوه وسائر الاحزاب والميليشيات القطبيه الاخرى فهم كلهم على نفس هذا المنهج المنهج القطبي ان يوظف الدين وكل شيء وان توظف الاخلاق وان توظف الضمائر في خدمه السياسه هذا هو الذي يجري على ارض الواقع وهذا الفساد والافساد وهذا الضلال والاضلال هو جزء مهم من مكونات طعام حوزه النجا من مكونات طعام مرجعية النجاة بشكل عام والسيستاني بشكل خاص لأنه هو المرجع الأعلى لا بد أن تلتفتوا وأن تقيموا السياسيين أتحدث في أجوائنا الدينية الشيعية لا شأن لي بالسياسيين من الاتجاهات الاخرى انما اتحدث عن الذين يدعون التشيع ويدعون التدين ويدعون التاسلم اتحدث عن هؤلاء ميزوهم وفقا لمنهجهم هل هم يجعلون السياسة في خدمة الدين وانا في الحقيقة لا اعرف احدا يفعل هذا لا في زمان المعارضة حينما كنا في زمان المعارضة قبل سنة 2003 ولا بعد زمان المعارضة بعد سنة 2003 انا لا اعرف احدا في واقعنا الديني الشيعي وفي اجوائنا الشيعيه العراقيه بشكل خاص لا اعرف احدا بحكم معرفتي التفصيليه بهذا الواقع لا اعرف احدا لا في النجف ولا في كربلاء ولا في الكاظميه ولا في البصره ولا في اي مكان من واقعنا الشيعي ممن ينتهج هذا المنهج ان يجعل السياسه في خدمه الدين هذا منهج عليا هذا منهج الحقيقه والحق لا وجود له على ارض الواقع الموجود على ارض الواقع من قبل مراجع النجف وكربلاء اتحدث عن السيستاني ومن معه، واتحدث عن صادق الشيرازي ومن معه، وعن البقيه الباقيه، وعن الاحزاب الشيعيه القطبيه، وعن الميليشيات الشيعيه القطبيه، كل بحسبه له انتماء الى المنهج القطبي القذر، اتحدث عن الاحزاب والميليشيات كل اولئك يتبعون المنهج العباسي الوسخ فهم يوظفون الدين في خدمه السياسه للوصول الى ماربهم السياسيه الشخصيه بالدرجه الاولى والفئويه بالدرجه الثانيه مرادي من الفئويه لحزبه لمجموعته لمنظمته لتياره ولغير ذلك هذه الحقيقه لا بد ان يلتفت اليها حينما تتناولون طعاما من فضائيات هؤلاء تتناولون طعاما لعقولكم وقلوبكم لا بد ان تعرفوا هؤلاء يوظفون هذا الطعام لاجل مصالحهم السياسيه حتى وان البسوه لباسا دينيا اذا كان كذلك فلا تاكلوا من هذا الطعام هذا طعام قذر نجس وهذا هو الطعام الذي يقدمه لكم السيستاني ويقدمه سائر مراجع النجف وكربلاء وتقدمه الاحزاب الشيعيه القطبيه بكل تفاريعها ويقدمه اولئك الحمير من خطباء المنبر لانهم ياخذون من نفس تلك المصادر هذا هو واقعنا الشيعي وبعبارات صريحه وبينه ولا تحتاج الى شرح والى تفسير نذهب الى فاصل عن الحسين بن المختار عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه اذا هدم حائط مسجد الكوفه مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان اما ان هادمه لا يعنيه. عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة عن بدر ابن الخليل الأزدي قال قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان ايتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط ادم عليه السلام الى الارض تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في اخره فقال الرجل يا ابن رسول الله تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه إني لأعلم بما تقول ولكنهما أهيتان لم تكونا منذ من هبط, هبط آدم, آدم عليه السلام. <applause> إذا مكونات الطعام على مائدة القمر نقطة أولى. السياسةُ وما محلها في هذه المائده نقطه ثانيه النقطه الثالثه مثلما على الذي يريد ان يتناول طعام بطنه ان ينظف يديه أن يغسل يديه فعلى الذي يريد أن يتناول طعاما من مائدة القمر أن ينظف عقله وقلبه فتلك المكونات التي مر الحديث عنها تحتاج الى عقل نظيف والى قلب نظيف ونظافة العقل والقلب بمعقم البراءة 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 الفكرية أولا وبعد ذلك تأتي المراتب الاخرى من البراءه. البراءه الفكريه اولا العاطفيه ثانيا الفعليه ثالثا القوليه رابعا لكن البراءه الاصل وقد حدثتكم عن هذا الموضوع وبالتفصيل في حلقات متقدمه من حلقات هذا البرنامج البراءه الاصل البراءه الاهم هي البراءه الفكريه فاذا اردت ان تتناول طعاما نافعا مفيدا حلالا طيبا زكيا من مائده القمر عليك ان تعقم عقلك وقلبك بالبراءه بالبراءه الفكريه مثلما ارسل الينا امام زماننا رسالته بشكل واضح طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا. نحن بحاجة إلى براءة عامة من كل ما يخالفهم صلوات الله عليهم لكنني أريد التركيز هنا على نوع خاص من البراءة انها البراءة من المنهج الطوسي والبراءة من المنهج القطبي الشيعي في واقعنا الشيعي والبراءة من المنهج الخطابي القذر. البراءة بحسب هذه العناوين هي التي تجعل العقل نظيفا وتجعل القلب نظيفا كي يستطيع الانسان ان ينتفع من طعام مائده القمر انها اطباقنا المهدويه الرمضانيه الطازجه اطباق البراءه والولايه بنكهتها الزهرائيه الرائقه ومذاقها المهدوي الفاخر انني احدثكم عن مائده اطباقها بهذه المواصفات لابد من براءه من المنهج الطوسي المنهج الطوسي هو المنهج الشافعي الشيعي انهم شوافع الشيعه انهم المقصره انهم البتريه انهم المرجئه ومر الكلام في هذا البراءة من المنهج القطبي الشيعي الاحزاب والتنظيمات والتشكيلات التي تاثرت بفكر محمد باقر الصدر او بفكر محمد الشيرازي الاحزاب والمنظمات والتشكيلات التي تاثرت بفكر هذين الرجلين، بفكر محمد باقر الصدر وتفاريعه، وفكر محمد الشيرازي وتفاريعه، قطعا اثر محمد باقر الصدر في الواقع الشيعي اكبر بكثير وكثير وكثير جدا من اثر محمد الشيرازي بهذا الخصوص بسبب قله اتباعه البراءة من المنهج القطبي الشيعي وقد تحدثت عن هذا كثيرا وبالوثائق والحقائق والتفاصيل. فهناك براءة من المنهج الطوسي وبراءة من المنهج القطبي واتحدث عن المنهج القطبي الشيعي وبراءة من المنهج الخطابي حين أتحدث عن المنهج الخطابي، إنني أتحدث عن النصيريين بكل تفاريعهم الذين قد يقال لهم العلويون في سوريا ولبنان ويقال لهم النصيريون في تركيا ويقال لهم ويقال لهم في ايران وفي العراق اتحدث عن المنهج الخطابي بشكل عام وعن المجموعه الخطابيه القذره التي شكلها كمال الموسوي افراد منهم هنا في لندن افراد في الكويت وافراد في القطيف في السعوديه وافراد في بغداد في الكاظميه في العراق اتحدث عن هذه المجموعه التي ازدادت فسادا بعد موت امامها بعد ان مات كمال الموسوي وقبر اسسوا لهم تاسيسًا جديدا فانتخبوا لهم بابا اول وبابا ثاني ويبدو ان الابواب هذه تفتح من تحت بمفاتيح خاصه لا تفتح من فوق لا تفتح من الامام وانما تفتح من الخلف فبابهم الاول شرع لهم ان يلوط بعضهم في بعض وان ياتوا بنسائهم وان يزنوا بهن زنا جماعيا هذا هو الذي يجري الان يجري هنا عند هؤلاء في لندن وفي الوقت نفسه في الكويت وفي السعوديه في اللحظه التي يمارسون اللواط فيما بينهم هنا في لندن يمارسونه في الكويت وينقلونه بشكل مباشر عبر الانترنت عبر وسائل التواصل عبر التطبيقات كتطبيق زوم مثلا أو غيره أو سكايب مثلا عبر التطبيقات المختلفة يمارسون اللواطة والزنا الترادفي بنسائهم هم أيام ذلك اللعين كانوا يأتون بالعواهر ويأتون بالغلمان يدفعون لهم اموالا الان تحولت القضيه الى اكتفاء ذاتي يلوط بعضهم في بعض قد لا تصدقون هذا الكلام انا لا اقول هذا الكلام اعتباطا لست محبا ان اردد هذا الكلام انما اريد ان احذر الشيعه من هؤلاء اريد ان احذر الشيعه من هؤلاء ومن نسائهم هؤلاء ينشرون الفساد في كل مكان يتواجدون فيه وصلوا الى هذه الحاله اي لوط بعضهم في بعض المشكله من انهم يعتقدون ان مخ العباده هو هذا المشكله هنا يعتقدون انهم يمارسون عباده حقيقيه ساحدثكم عن التفاصيل ساحدثكم عن الباب الاول الذي يلوطون فيه وعن لواط بعضهم بالبعض الاخر وعن لواطهم بالباب الثاني صدقوني هذا الامر يجري يوميا تقريبا في بيوتهم ساشير الى البيوت التي يقومون بها بهذه الاعمال الحلقه ليست معده ومخصصه لهذا الموضوع وانما جئت بهذا الكلام مثالا هم الان يلوط بعضهم ببعض ويعطون مقامات لهؤلاء السفله لاحدهم يعطون مقام امير المؤمنين هذا هو الذي يلوطون فيه والذي يلوط فيه يعطونه مقام الحسين صلوات الله عليه وحق الحسين هو هذا الذي يجري على ارض الواقع وحق الحسين وعندي عندي عندي شهود وهناك تسجيلات انا لا اقول هذا الكلام من فراغ وعندي كل الاسماء من اسماء الذين يفعلون هذا الامر هنا وفي الكويت وفي السعوديه وفي اي مكان اخر البراءه من المنهج الطوسي البراءه من المنهج القطبي البراءه من المنهج الخطابي من الفكر النصيري الذي بدا ينتشر في الاجواء الشيعيه ومن هذه المجموعه الخطابيه القذره التي بلغت ما بلغت من القذاره والنجاسه سأحدثكم عنها سأحدثكم في الوقت المناسب إن كان في الليالي القادمة أو بعد شهر رمضان سأحدثكم عن فساد هؤلاء لكنني أشرت هذه الإشارة الإجمالية كي يلتفت الذين هم على صلة بهم أو على صلة بنسائهم وعوائلهم إمام زمانكم هكذا يقول أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمه لشيخنا الصدوق المتوفى سنه 381 للهجره وهذه الطبعه طبعه مؤسسه النشر الاسلامي قم المقدسه صفحه 512 من التوقيع المعروف وهو اهم توقيع عندنا توقيع اسحاق بن يعقوب الذي ورد الى السفير الثاني بخط امام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه واما ابو الخطاب الذي اسس هذا المنهج واما ابو الخطاب محمد ابن ابي زينب الاجدع فملعون واصحابه ملعونون فلا تجالس اهل مقالته ابو الخطاب عاش زمان الامام الصادق وقتله العباسيون زمان الامام الصادق وولى الى جهنم الا على لعنه عليه وعلى اتباعه من الذين ماتوا ومن الاحياء هؤلاء الذين يتسافدون تسافد البهائم انها علائم الظهور هذه من علائم الظهور فهؤلاء يتسافدون تسافد البهائم. سأعود الى هذا الكلام حينما اتحدث عن قذارة هؤلاء ونجاستهم الا على لعنة عليهم الا على لعنة على بابهم الاول وبابهم الثاني وسائر ابوابهم القذرة. فلا تجالس اهل مقالتهم. هذا الكلام موجه لإسحاق بن يعقوب ولي ولكم فهذا يعني أنهم سيكونون موجودين في الأزمنة كلها فلا تجالس أهل مقالته لماذا؟ فإني الامام يقول فاني منهم بريء الا على لعنه عليهم وابائي عليهم السلام منهم براء هذه وظيفه الشيعه في كل زمان فلا تجالس اهل مقالتهم لا يجوز لكم أن تشاركوهم في السكن. لا يجوز لكم أن تشاركوهم في الأموال. لا يجوز لكم أن تشاركوهم في الأعمال التجارية. حاولوا أن تتخلصوا من كل ذلك. هذا حكم إمام زمانكم وأما أبو الخطاب محمد ابن ابي زينب الاجدع فملعون واصحابه ملعونون فلا تجالس اهل مقالتهم فاني منهم بريء وابائي منهم براء الا لعنه عليهم الا لعنه على كبيرهم وصغيرهم الا لعنه على رجالهم ونسائهم يتسافدون تسافد البهائم رجالا ونساء نذهب الى فاصل عن سعد بن عبد الله الاشعري القمي حيث سال امام زماننا الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تاويل هذه الايه فاخلع نعليك ما جاء في سورة طه فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلعنا عليك قلت انه سعد الاشعري قلت فاخبرني يا مولاي عن التاويل فيهما قال ان موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك وكان شديد الحب لأهله فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك أينزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولة نقطه مضيئه رابعه اخطر شيئين في الحياه بلحاظ ما اتحدث عنه ما يرتبط بطعام مائده القمر والا فإن الأشياء الخطيرة في الحياة كثيرة، لكنني مثلما عنونت هذه النقاط من أنها نقاط مضيئة على أطراف المائدة، على أطراف مائدة القمر، النقطة المضيئه الرابعه مثلما قلت لكم قبل قليل اخطر شيئين في الحياه بخصوص ما نتحدث عنه في هذه الحلقه وهما خطيران في كل الاحوال لكنني اتحدث بحدود موضوع هذه الحلقه الشيء الاول الانسياق مع البرنامج الابليسي ينساق الانسان من دون ان يلتفت بايه وسيله يتمكن الشيطان من شياطين الجن او من شياطين الانس ان يجعل احدنا منساقا ضمن برنامجه شيء خطير هذا حينما ينساق الانسان عاملا وخادما وعبدا وموظفا في البرنامج الشيطاني من دون ان يلتفت كيف ينساق الانسان في هذا البرنامج من دون ان يلتفت؟ انه الجهل الجهل واخطر ما في الجهل ان يجهل الانسان انه يجهل خصوصا الذين عبئت عقولهم وقلوبهم بالافكار الجاهزه مشكله كبيره هذه مشكله كبيره هذه فكره جاهزه من ان المرجع الاعلى في النجف لا اتحدث عن شخص بعينه عن اي شخص يوصف بهذه الصفه يكون مقدسا هذه الفكره الجاهزه لا حقيقه لها فكره جاهزه من ان التشيع لا بقاء له من دون حوزه النجف اساسا حوزه النجف هي حوزه شيعيه حتى نصل الى هذه النتيجه من ان التشيع لن يبقى الا ببقاء حوزه النجف نعم اذا كان الحديث عن التشيع السبروتي عن التشيع المرجعي عن التشيع السيستاني عن التشيع الطوسي نعم هذا التشيع مرهون ببقاء هذه الحوزة التي ما هي بشيعية اساسا حوزة النجف سرطان خبيث الى ابعد الحدود دمر التشيع لعلي وال علي قطعا هناك من يسمعني الان ويعدني كاذبا ويعدني عميلا ويعدني ماسونيا ويعدني مريضا نفسيا ويعدني انني استلم اموالا لاجل ان اقول هذا الكلام وان 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 وهذا من الافكار الجاهزه ايضا وهذا هو عين الجهل هناك الكثير من الاساتذه ومن حمله الشهادات العاليه والعاليه جدا استمع الى احاديثهم في امور العقيده والدين كل الذي يتحدثون به خطا في خطا في خطا ضلال في ضلال في ضلال وهم يتوقعون ان الذي يتحدثون به هو الهدى وان الذي اتحدث به هو الضلال لماذا؟ افكار جاهزه ما عندهم من علم باصل الامر لو انهم ذهبوا الى برامجي واطلعوا عليها وذهبوا إلى المصادر وإلى الكتب التي أنقلوا منها ولو أنهم استمعوا إلى حديثي من دون أن يحكموا علي بالجهل أو بالعمالة أو بالخبث أو بالضلالة فإنهم سيصلون إلى الحقيقة والله ما قلت في هذه البرامج ما قلت الا صدقا وما قلت الا حقا وما ذكرت شيئا من دون دليل ومن دون وثيقه اتاكد من صدقها ومن حقيقتها حتى اضعها بين ايديكم الافكار الجاهزه قاتله والجهل قاتل وهذا هو الذي يجعل الانسان منساقا في البرنامج الشيطاني ويبقى منساقا الى ان يموت الخطر هنا لو انه في محطه من محطات الطريق يقف متريثا كي يراجع أفكاره كي يراجع أصولها ومصادرها كي يطلع على الحقيقة لكان الأمر أهوان لكن الإنسان إذا انساق بجهله وهو يظن نفسه عالما وتشبع بالأفكار الجاهزة سيبقى منساقا إلى آخر لحظة من حياته وحينئذ سيموت على مسار الشيطان هذا وهذا هو الذي جرت عليه الشيعة منذ سنة 448 وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف أصحاب العمائم البعض منهم يعرفون الحقيقة ولكن الدنيا والاموال والمناصب والسمعة والجاه والطمع في ان يكونوا مراجع في يوم من الايام كي يقدسوا كذبا وزورا وكي يصبحوا نوابا للحجة ابن الحسن زورا وبطلانا لاجل كل هذا هم يستمرون في طريقهم لكن كثيرين من اصحاب العمائم لا علم لهم لا فقه لهم ينساقون بجهلهم وهم يجهلون انهم يجهلون ويعبؤون بالافكار الجاهزه التي لا اصل لها في الحلقات الماضيه حدثتكم عن بطلان علم الرجال وساعود الى هذا الموضوع بطلان علم الرجال يعني بطلان المرجعيه الشيعيه يعني بطلان الحوزه النجفيه يعني بطلان دين اصحاب العمائم. لكنهم ينساقون في طريق الضلال، ساعود الى هذه النقطة لان مراجع النجف اتخذوا قرارا سريا. اتخذوا قرارا سريا ان يغيروا علم الرجال بطريقه شيطانيه جديده ان يصنعوا علم رجال يختلف عن العلم السابق ان تكون مساحه القبول للاحاديث والروايات اكثر هذا منهج شيطاني اخر اذا كان المنهج الرجالي الشيطاني استمر ألف سنة حتى تبين بطلانه في البث المباشر وعبر الفضاء وعبر الأقمار الصناعية فهل سنحتاج إلى ألف من السنين الثانية كي يتبين بطلان هذا المنهج الشيطاني الجديد انا اقول لهؤلاء المراجع ما هي مشكلتكم مشكلتكم انا انا لا قيمه لي لماذا تضللون الناس لماذا لا تعترفون بالحقيقه لماذا لا تتمسكون بدين محمد وال محمد مشكلتكم ان لا تصوبوا قولي كي لا يقال من ان كلامي تبين انه هو الصحيح ومن انكم مخطئون هي هذه المشكله انا لا قيمه لي لماذا لا تبحثون عن دينكم انتم عن دين انفسكم لماذا لا تبحثون عن دين الشيعه هؤلاء الذين يؤلهونكم عن هؤلاء الحمير الذين تركبون على ظهورهم هم يؤسسون الان لمنهج رجالي شيطاني قذر وساعود الى هذه النقطه السبب الذي سيدفعني للحديث عن بطلان علم الرجال مره اخرى ما يقوم به هؤلاء الشياطين من ايات الله العظمى هؤلاء السفله من نواه الشيطان وهذه وسيله من وسائل الانسياق في البرنامج الشيطاني عبر تجهيل طلاب الحوزه وعبر صناعه الافكار الجاهزه التي تعبا بها تلك الرؤوس التي تعمم بالعمائم الابليسيه العباسيه هذه العمائم التي حينما تلبس ائمتنا يقولون عن العمائم التي يلبسها المراجع الان لان عمائم اهل البيت لها هندسه لها تصميم اخر هذه العمائم عباسيه ابليسيه الذي يلبسها سيصاب بداء لا دواء له لو سالنا اهل البيت عن الداء الذي لا دواء له انهم يجيبون بجواب يحدد لنا نوعين من الداء الداء الاول النصب العداء لمحمد وال محمد الداء الثاني الحماقه وهو الجهل المركب ان تجهل انك تجهل تعتقد انك تعلم ولذا فان الائمه يوجهوننا الا نصاحب الاحمق لماذا لان الاحمق يريد ان ينفعك فيضرك احمق جاهل مركب وهذا هو حال مراجع النجف وحال اصحاب العمائم في حوزه النجف منذ زمن الطوسي والى يومنا هذا اخطر شيئين كما قلت لكم بخصوص ما اتحدث عنه هو هذا الانسياق مع البرنامج الشيطاني عبر الجهل وعبر الافكار الجاهزه هذا الشيء الاول الشيء الثاني ان يضيع الانسان عمره في لا شيء لا اريد ان اقول ان يضيع عمره في المعاصي في لا شيء ضياع العمر في لا شيء اما ضياع العمر في المعاصي فذلك امر واضح سوءه فهل أنا بحاجة لأن أتحدث عن هذا الموضوع ضياع الوقت ضياع العمر في لا شيء كل ثانية كل ثانية تمر على الإنسان من دون عقيدة سليمة خسارة لا تعوض. أنا أقول لأولئك الذين تمر السنون عليهم وهم يعتقدون أن فلانا المأبون إمامه. أن فلانا النجس إمامه. أية خسارة اوقعوا انفسهم فيها كل ثانيه تمر على الانسان وهو لا يعتقد العقيده السليمه وبعباره اخرى هو لا يعرف امام زمانه فانه يرتكس في جاهليته وجهله من بات ليله امامنا الصادق يقول والمصدر هذا امامي لا اجد وقتا كي اخرج الحديث من الكتاب واقراه عليكم. المصدر هذا غيبه النعماني عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من بات ليله لا يعرف امام زمانه فيها لا يعرف امام زمانه من بات ليله لا يعرف امام زمانه فيها مات ميته جاهليه. من بات ليله من مرت عليه ساعته من مرت عليه ثانية والذين والذين يعرفون امام زمانهم معرفه اجماليه اذا مرت عليهم ثانيه لا يكونون في مقام خدمه امامهم يخسرون خساره عظيمه امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والروايه مصدرها هذا الكتاب ايضا غيبه النعماني حينما سالوه عن القائم هل ولدت فان الامام قال لا يتحدث عن زمانه عن عصره صلوات الله عليه واردف ذلك ان قال ولو ادركته لخدمته ايام حياتي انها ايام حياه امامنا الصادق الامام استعمل تعبيرا دقيقا ولو ادركته لخدمته ايام حياتي في كل لحظه من لحظات حياته يعني حتى في نومه حتى حينما ينام فان نومه في خدمه القائم صلوات الله عليه فالنوم جزء من الحياه ربما حين يقول الانسان في ايام عمري قد يقصد منها النهارات التي يكون فيها الانسان متيقظا ولكن حينما يكون الحديث عن الحياه فان الحياه تجمع ما بين اليقظه والمنام ولو ادركته لخدمته ايام حياتي الثانيه التي يستطيع الانسان ان يخدم فيها امام زمانه يحصل فيها ربحا عظيما والثانيه التي تفوته وهو لا يخدم فيها امام زمانه سيصاب بخسران لا مثيل له فاخطر شيئين في الحياه بخصوص ما انا متحدث عن الشيء الاول الانسياق مع البرنامج الشيطاني بسبب الجهل وخصوصا بسبب الجهل المركب وللافكار الجاهزه مدخليه كبيره في ذلك اما الشيء الثاني ضياع العمر ضياع الوقت بعيدا عن فناء امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه معرفه وعقيده سليمه وعملا وخدمه في التمهيد لمشروعه العظيم نذهب الى فاصل عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند ابي عبد الله امامنا الصادق صلوات الله عليه اذ دخل عليه مهزم الاسدي فقال اخبرني جعلت فداك متى هذا الامر الذي تنتظرونه فقد طال فقال يا مهزم, مهزم كذب الوقاتون الوقات وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا, والينا يصيرون عن محمد بن مسلم عن, عن امامنا, إمامنا الصادق صلوات الله, الله علي عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن ان تكذب فلسنا نوقت لاحد وقتا النقطه المضيئه الخامسه وهي الاخيره في هذه الحلقه النقطه المضيئه الخامسه اهميه معرفه خصائص الزمن الذي نعيش فيه انني اتحدث عن الوجهه العقائديه وعن العلاقه بامام زماننا لا شان لي بالمجريات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه قطعا لها مدخليه في الذي اتحدث عنه لكنني لا اركز حديثي عليها انما اوجه نظري الى الجهات التي ترتبط بشكل مباشر بمشروع امام زماننا من خلال ما عندنا من المعطيات والنصوص هذا هو الذي اقصده وهذا هو الذي اريد ان اتحدث عنه ولو بشكل اجمالي لقله ما بقي من الوقت لكنني ساعود للحديث عن هذا الموضوع في قادم الحلقات ان شاء الله تعالى سؤال طرحه كثيرون بعد الذي جرى في حرب اوكرانيا كثيرون سالوا عن هرج الروم هل هو هذا هرج الروم؟ لا كما يتلفظه معممو الشيعه عودوا الى الانترنت واكتبوا هذا العنوان هرج الروم واستمعوا الى العمائم الشيعيه انهم لا يحسنون لفظ الروايات فكيف يحسنون شرحها وفهمها؟ يتحدثون بلسان السوقة يقولون هرج الروم. إني يعني أقولهم هذا هرج بسوق هرج وإنما هو هرج الروم ليس هناك في لغة العربي أن نقول هرج هذه لغة سوقية في التعابير السوقية والشعبية يقولون هرج مرج وإنما هو هرج ومرج إذا أردنا أن نأتي باللفظة الثانية فهل هذا الذي يجري في اوروبا الان هل هو هرج الروم الجواب كلا وكلا وكلا هذا ما هو بهرج الروم ابدا هذه حرب تحت السيطره البرنامج ليس سياسيا وليس تحليليا للحديث عن ما جرى في اوروبا وما هي التفاصيل في كواليس حرب روسيا واوكرانيا اذا وجدت فرصه تناسب هذا الموضوع ربما تحدثت فيه اذن السؤال هل هذا هو هرج الروم الجواب كلا وانني اقولها بلسان قاطع الجواب كلا ما هذا بهرج الروم هرج الروم حاله خارجه عن السيطره والذي يجري الان تحت السيطره هرج الروم تسبقه علامات ويحدث في وقت معين قبل ان اقرا عليكم ما جاء في الرواية عن إمامنا الباقري بخصوص هرج الروم أبين لكم معنى الهرج ما المراد من الهرج؟ الهرج قد يطلق على كثرة سفك الدماء وقد يطلق على كثره الاختلاف والتنافر والذي ياتي بعد سقوط القيم والاعراف والقوانين الحديث عن هرج الروم ليس حديثا عن سفك الدماء قد يكون في هرج الروم سفك دماء الحديث عن اختلافهم عن تنافرهم عن سقوط قيمهم التي يعملون بها انه اختلاف على مستوى الافكار والعقائد واختلاف على مستوى الاعراف والقيم واختلاف على مستوى القوانين واختلاف من جهه عدم التزامهم بالمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات فيما بينهم فضلا عما فيما بينهم وبين غيرهم هذا هو المراد من هرج الروم أقرأ الرواية عليكم من غيبة النعماني والطبعة طبعة أنوار الهدى إنها الطبعة الأولى قم المقدسة في الصفحة التاسعة والثمانين بعد المئتين من حديث بدايته في الصفحة الثامنة والثمانين بعد المئتين إنه الحديث السابع والستون بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه يا جابر الإمام الباقر يقول لجابر الجعفي يا جابر يا جابر الزم الارض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات اذكرها لك ان ادركتها الكلام واضح فالامام يريد من جابر ان يكون من احلاس البيوت احلاس البيوت المعتزلون فيها الملتصقون في اجوافها المبتعدون عن الناس هؤلاء هم الاحلاس يا جابر يا جابر الزم الارض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات اذكرها لك ان ادركتها الامام هنا يعدد العلامات بالترتيب في بعض الروايات لا تذكر العلامات بالترتيب لكن الروايه من خلال الفاظها هناك دلاله واضحه على ترتيب الاحداث فالإمام هكذا قال أولها قد يقول قائل من أن المراد من الأول هنا ما هو بالأول العددي بالأول الحقيقي لفظا وإنما قد يراد منه الأول العرفي الأول العرفي هو الأول الذي يذكر في كلام المتكلم هذا الاحتمال وارد ويوجد في الروايات مثله لكننا لا نملك دليلا او قرينه حتى نذهب مع هذا الاتجاه ولذا فاننا نذهب الى الدلاله الحقيقيه الى الدلاله العدديه الترتيبيه اولها اول هذه العلامات الامام هكذا قال له حتى ترى علامات اذكرها لك اولها اول العلامات اختلاف بني العباس انهم عباسيو بغداد والنجف وما اراك تدرك ذلك نحن ادركنا هذا أتمنى أن يكون كلامي دقيقا. أولها اختلاف بني العباس وما أراك تدرك ذلك ولكن حدث به من بعدي عني حتى يصل الحديث إلي وإليكم ولكن حدث به من بعدي عني ومناد ينادي من السماء فاختلاف بني العباس في الفترة الزمانية التي ينادي فيها منادي السماء انها الصيحة الصيحة ستكون في شهر رمضان وشهر رمضان الذي تكون فيه الصيحة يأتي بعد شهر رجب العلامات علامه السفياني في اوله وفي اليوم نفسه يخرج اليماني في اليمن والخراساني في ايران ومناد ينادي من السماء ويجيئكم صوت من ناحيه دمشق بالفتح وتخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية وتسقط طائفة من مسجد دمشق الايمن ومارقة تمرق من ناحية الترك ويعقبها هرج الروم وتستمر الرواية الطويلة رواية طويلة ويعقبها هرج الروم بعد كل هذه العلامات وسيقبل اخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة وسيقبل مارقة الروم حتى ينزلوا الرملة فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل ارض من ناحيه المغرب في جهه الغرب هذا هو الهرج الذي حدثتكم عنه قبل قليل فالذي يجري في حرب اوكرانيا ما هو بهرج الروم هرج الروم هو هذا وقت الحلقه انتهى واكتفي بهذا البياني المجمل نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مائدة القمر أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله